بسم الله الرحمن الرحيم. الجمارك وحكمها في الإسلام. بنقول يا جماعة إن الجمارك زيها زي المكوس التي كانت تجبى قبل الإسلام. إيه هو المكس؟ هي ضريبة بتفرض على التجار الذين يصدرون أو يستوردون، وتفرض على التجار في الأسواق. جمارك أو ضرائب ظلما وعدوانا، تفرض على التجار ظلما وعدوانا، سواء المصدر، سواء المستورد، سواء اللي بيفرش في الأسواق أو ليه محلات في الأسواق. هذه ضرائب تفرض عليهم ظلما وعدوانا، وجمارك تفرض عليهم ظلما وعدوانا، عشان كده كانوا بيسموها المكس. خلاص، ومعنى المكس معناها الظلم والعدوان أو النقص، تمام كده؟ طيب، هي نفس المعنى، نفس الكلام في الجمارك. الجمرك بيحصل منك فلوس، بل بالعكس ده بيحصل منك فلوس صعبة جدا وفلوس كتيرة جدا، بحيث ان انت ممكن توصل في بعض المراحل ان انت بتسيب الحاجة اللي انت جايبها وبتمشي بيحجزوا عليها، ما انت ما معكش فلوس الجمارك، تبقى شاريها من برة رخيصة وتيجي تجمركها هنا كتير. فده حرام، لان فيه اضرار باموال الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. لا يحل يعني حرام. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الكلام ده برضو ينطبق على الدولة وعلى الحكومات، يعني يا حكومة مال المسلم حرام عليكم، لو خدتوه بقى بتاخدوه بالباطل. فالجمارك لما بتفرض على الناس بكثرة وبظلم وعدوان، بتلاقي الناس بتسيب البضايع في الجمارك وبتمشي، وبعد كده الدولة بالظلم والعدوان بتعمل مزاد على الحاجات دي وبتستحل هذه الأشياء. بأني وجه انتوا بتستحلوه؟ فدي أمور مخالفة للشرع. فالجمارك على هذا المعنى أو على هذه المعاني حرام شرعا، ولا تحل هذه الجمارك إلا عند خلو خزينة الدولة من الأموال وخلو الدولة من مصادر الدخل، إن مصادر الدخل كتيرة جدا اللي بتخش الخزينة بتاعت الدولة، مصادر كثيرة. لما تخلو بقى هذه المصادر وتتحطم وتخلو خزينة الدولة من الأموال، في هذه الحالة يجوز للحكومة إن هي تحدث ضرائب أو تحدث جمارك لا تضر بالناس. أما في هذه الحالة، في حالة الإضرار بالناس وفي حالة فرض جمارك وضرائب ظلما وعدوانا بغير أي وجه حق، وفي حالة إن هذه الضرائب وهذه الجمارك لا تصرف في مصالح المسلمين، فين المستشفيات وفين المدارس؟ ده انت النهاردة إعلانات عمالة تنزل على الفضائيات لبناء المستشفيات والتبرع لسقيا الماء والتبرع لبنك الطعام الله، فين المصادر بتاعت الدولة اللي المفروض يتعمل منها مرتبات للفقراء والمساكين وبناء المصانع وبناء المستشفيات وبناء المدارس وهكذا وتعبيد الطرق واستصلاح الأراضي؟ كل كلام ده فين؟ فالجمارك بتأخذ وتصرف في غير مصالح المسلمين، فبالتالي تكون حرام. اسمع كده، بيقال أو أهل العلم بيقولوا: إن كانت هذه الجمارك في مقابل خدمات تقدمها الدولة للدافع أو تصرفها في مصالح المسلمين العامة، بشرط أن موارد الدولة لا تفي بالصرف على هذه المصالح، ففي هذه الحالة هي مشروعة زي ما بقولك. وأما إن كانت تؤخذ هذه الجمارك وهذه الضرائب من أموال الناس ظلما وعدوانا وبلا خدمات تقدم لهم أو بلا حاجة للدولة للمال لتصرفه في مصالحهم العامة المشروعة، أو كان يؤخذ كثيرا منهم يضر بهم، فحينئذ تكون الجمارك محرمة، وهي المكوس التي حرمها الإسلام وعدها النبي عليه الصلاة والسلام من الذنوب الكبائر. يبقى لازم تفهم ان الجمارك
هي المكوس المحرمة في الإسلام. الجمارك هي المكوس المحرمة في الإسلام، لأنها تؤخذ من الناس ظلما وعدوانا. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. السلام عليكم.